أعدكم الآن مع المجلة الإخبارية مع الخبر. تأثير وسائل التواصل الاجتماعي في صناعة الأحداث هو اليوم أمر واقع. لقد شهدنا منذ تسعينيات القرن الماضي التطور الكبير لوسائل التواصل الاجتماعي بدل التي عوضت وسائل التواصل التقليدية الإذاعة والتلفزيون والصحافة المكتوبة، وخاصة نرى بأن فئات الشباب تتجه لاستعمال هذه الوسائط. وهذا التأثير ناتج لعدة اعتبارات، لتغير القائم في معايير انتقاء الأخبار واستخدام الأخبار. ففي الوقت الذي كان وسائل التقليدية تعتبر هي وسائل مملوكة بالأساس للدولة والمرسل يتحكم فيها على نحو كبير، وبالتالي كان من الصعب على ما يمكن أن نسميه بالصحفي المواطن أو المواطن العادي أن يقوم بممارسات شبه صحفية، الوسائل الجديدة أصبحت تمكن من هاتف ذكي أو من آيباد أن يجعل المواطن متلقي للمعلومات ومنتج ومشارك فيها. وبالتالي هذا أثر على الرأي العام بشكل عام، وأبرز لنا جزءا فاعلا من الرأي العام مراقب للأحداث، مراقب للوقائع، ولكنه له كلمة خاصة في ظل بعض السياقات حيث هناك شح في الحريات الإعلامية، أو المعلومات تتأخر أو لا تعالج بطريقة مهنية كاملة، أو يتم إخفاء وتجاوز بعض الظواهر التي تحظى باهتمام المجتمع ولكن لا تعرضها القنوات التقليدية. وبالتالي رأينا بأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت تنتج أحداث وتنتج ظواهر مجتمعية وتفتح عليها نقاشات وتحظى بمتابعة عالية وبالتأثير، وبالتالي هذا يجعل القائمين على وسائل الإعلام التقليدية عليهم أن يغيروا طريقة الاشتغال وأن يتحولوا إلى فاعلين منتبهين للأحداث، يلبون تطلعات واحتياجات الجمهور ويضعون للنقاش العمومي كل القضايا كبرى أو مهما صغر أو كبرى شأنها. لماذا؟ لأن للجمهور انتظارات كبيرة وهو يبحث عن المنابر أو المنصات التي تشرك في النقاش وتهتم بقضايا الأساسية وتجعلها ذات أولوية.